اخوان السلام عليكم، هتشوفوني داير التوني بحال هكا. هذه واحد الموضه ولات ديال الوزراء اليوم تيهزوا التوني، وتشوفوا البرلمانيين وتشوفوا كل شيء هز التوني بحال هذا الشكل هذا كيبينوا على تم مغربي ديالهم. تحيه لكم، تحيه لكم، كنبغيكم تبينوا بانكم مغاربه، ولاني في العمل في الخدمه وفي شحال من حاجه. حتى كذلك واحد المساله اللي بغينا نعرفوا، بانه اليوم المنتخب الوطني واللاعبين المغاربه يعلمون الناس باخلاقهم، يؤذبون الناس باخلاقهم. تكلم الاعلام الالماني والاعلام الغير الالماني عن العلاقه الحميميه التي تجمع ما بين اللاعبين المغاربه والامهات ديالهم والاباء ديالهم على الجو العائلي المفقود في الدول الاوروبيه، الاشياء التي فقدت والتي يعلمونها اليوم اللاعبين المغاربه. ما كاينش اللي ما كيعرفش حكيم الاخوان، وما كاينش اللي ما كيعرفش الزياش، وما كاينش اللي ما تيعرفش المرابط، وما كاينش اللي كيعرف وليد الكركي. فاليوم غادي يتعلموا الناس وغادي يعرف العالم بان هناك كاين واحد الفريق مغربي، وكاين واحد الفريق اللي خصنا نحبوه، وكاين واحد الفريق اللي خصنا ناخذوا ليه التوني ديالو. كما علمنا مارادونا انه الارجنتين تعرفات بكره القدم والبرازيل تعرفات بكره القدم، جات واحد العمليه ديال ترويج دي المنتوج المغربي. خصنا نستغلوا الفرصه الاخوان ونستغلوها بهذا التفوق المغربي في كاس العالم. اخوان هذه واحد المساله اللي خصنا نشيروا لها، المساله ديال التوني والمساله ديال القميص الوطني. فمجموعه ديال الوزراء كذلك كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، ولاو تيديروا بحال هكا من كيمشيو لشي بلاصه كيبينوا بانهم مع المنتخب المغربي. اي راه عرفناكم مغاربه، ما خرجوش انت مغربي، تعرفينكم بين المغاربه وعارفينكم بانكم تنتمون بها لهذا الوطن، لكن عليكم تبينوا لنا بالعمل الملموس وكذلك تحمل المسؤولية من أجل المواطن المغربي، من أجل رعاية جلالة الملك. تحية لكم إخوان إنما كنتم. فيديو قصير بغيت ندوز، وما ننساش بأنه عندنا مقابلة صعبة يوم السبت، وإن شاء الله الرحمن الرحيم بالدعوة ديالكم يوم الجمعة غادي نتفوقوا في هذه المباراة هذه وندوزوا لدور النصف النهاية. ولما لا نحلم، ولنا الحلم، ولا من حقنا أن نحلم بكأس العالم، ومن حقنا أن نحلم بأشياء أخرى يحقق لنا. مهم مباراة أخرى غادي تجمع ما بين وليد الكري وخنوش. هذا هو الفيديو اللي غادي يكون المقبل القادم، انتظرونا. الله يعاونكم، إلى اللقاء.